طب اروح لخبر تاني، وفد من الاعلاميين الاجانب والعرب والافارقه كانوا في ضيافه النادي الاهلي النهارده. كانت حاجه جميله جدا ان هم زاروا نادي القرن وخدوا صور تذكاريه مع دولاب البطولات، راحوا للتمثال الراحل العظيم صالح سليم، وايضا كمان للنصب التذكاري الذي يخلد ذكرى شهداء النادي الاهلي. كان ليهم كلام ان هم بيشكروا النادي الاهلي دايما، النادي الاهلي كبير وزي ما انتم عارفين دايما كله بيبقى فخور وهو في قلب النادي الاهلي. قالوا ان النادي الاهلي بما يملكه من تاريخ كبير واسم عريق ومنشآت ضخمه يمثل واجهه الرياضه الافريقيه. ده كان كلام الوفد اللي امام حضراتكم دلوقتي، كان وفد كبير جدا كان بيشمل كل الاعلاميين الاجانب والعرب والافارقه اللي بيغطوا هذه البطوله. معانا مداخله يا جماعه. طيب ماشي، دي صور قدام حضراتكم من زياره هذا الوفد. زي ما قلت لحضراتكم يعني كان راحوا لدولاب البطولات، خدوا صور تذكاريه، كمان راحوا لملعب التتش، ملعب اللي هو اتروى ببطولات النادي الاهلي. يعني حاجه احنا لما بنروح ملعب التتش في كل مره بنحس ان احنا واقفين في مكان يعني عظيم. راحوا كمان للتمثال الراحل صالح سليم رئيس النادي الاهلي، كمان راحوا لمجمع حمامات السباحه، راحوا كمان خدوا صور لي او صور تذكاريه مع النصب التذكاري لشهداء النادي الاهلي. ده كان نص الخبر.